بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع درس آخر من دروس النحو، كان وأخواتها، إعداد الأستاذ طارق مودة. الأفعال الناقصة والتامة: كان وأخواتها. كنا قد درسنا من قبل بعض من أخوات كان، وكنا نتعلم أن كان وأخواتها كان لها اسم وخبر، وكان الخبر مفردا وجملة وشبه جملة. تعالوا معا نتذكر ما درسناه، ثم نشير إلى معلومة جديدة في درس كان وأخواتها. كان وأخواتها منها: أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ما دام، ما برح، من فك، ما زال، ما فتئ، وليس. وأرجو من أبنائنا الطلاب حفظ كان وأخواتها. والآن نتعرف على أنواع كان وأخواتها. الحقيقة أن كان وأخواتها تأتي على وجهين: نستخدمها أحيانا أفعالا ناقصة، بمعنى أنها لا تكتفي باسمها وإنما تحتاج لتمام المعنى إلى الخبر، فنقول: اجتهد الطالب فكان النجاح نصيبا. كان النجاح نصيبا، جاء بعدها جملة النجاح نصيب، فتصبح كلمة النجاح اسم كان، وكلمة نصيبه خبر كان. وعلى النحو الآخر تأتي كان وأخواتها أفعالا تامة، ومعنى تامة أن الاسم الواقع بعدها يعرب فاعلا وبه يتم المعنى، ولذلك هي لا تحتاج إلى خبر. نقول في المثال: اجتهد الطالب فكان النجاح. على ذلك كان هنا فعل تام والنجاح فاعل. ومن المعلوم أن كان الناقصة تأتي بمعنى التوقيت في الماضي، وإذا أصبحت تامة فمعناها حصل أو تحقق. فإذا جاءت كان بمعنى حصل أو تحقق، كانت تامة وما بعدها فعل. تعالوا معا نستعرض بعض استخدامات كان وأخواتها، متى تكون تامة ومتى تكون ناقص. ففي المثال الأول: كان القمر منيرا. إذا حذفنا كان من الكلام تصير الجملة: القمر منير، هي إذن جملة اسمية تم. فإذا تمت الجملة بعد كان أصبحت كان هنا ناقص. إذا حذفنا كان صار الكلام: القمر منير، كلام تام، إذن كان هنا ناقصة، والقمر اسم كان ومنيرا خبر كان. في الجملة الثانية: ذاكرت فكان النجاح. لو حذفنا كان من هنا لكان الكلام النجاح، والنجاح هنا بمفرده لا يعطي كلاما تام، إذن كان هنا تامة لأن الكلام بعدها ناقص. وهي بمعنى حصل أو تحقق، على ذلك فكلمة النجاح تعرب، أحسنتم، فاعل مرفوع. أما مثال أصبح، أقول: أصبحت فاهما درسي. فإذا حذفنا أصبح عوضنا عن التاء تاء الفاعل بقولك أنا،
فيصير الكلام أنا فاهم درسي، تم المعنى على ذلك، فأصبح هنا ناقصة، وهي بمعنى التوقيت في الصباح. أين اسم أصبح هنا؟ تاء الفاعل. وأين الخبر؟ فاهم. في الجملة التي تليها، أشرقت الشمس وقد أصبحنا. أصبحنا هنا بمعنى دخلنا في الصباح، وعلى ذلك إذا حذفت أصبح صار الكلام نا، ونا فقط لا تعطي معنى، على ذلك فأصبح هنا تامة بمعنى دخلنا في الصبح، ونا هنا فاعل. ننظر إلى أضحى، أقول أضحى الفلاحون نشطين، فأضحى هنا بمعنى التوقيت في وقت الضحى، والفلاحون اسم أضحى ونشيطين خبر. أما إذا قلنا خرجنا وقد أضحى الوقت، فهنا بمعنى دخل في الضحى، والعلامة نحذف أضحى من الجملة فيصير الكلام الوقت. الوقت لا يعطي جملة تامة، إذن أضحى هنا تامة لأن الكلام بعدها ناقص، وعلى ذلك فالوقت يعرب فاعل. تعالوا مع ظل، أقول ظل الرجال واقفين، فظل هنا بمعنى التوقيت في النهار، والاسم الرجال وواقفين خبر. أما لو قلت لو ظل التنازع لضعفنا، فظل هنا بمعنى بقى أو بقي، وعلى ذلك فاسمها، فالاسم التنازع بعدها يعرب فاعل. أمسى، أمسى الجيش منتصرا، قم بحذف أمسى تجد أن الجملة بعدها تامة، واعلموا إذا تمت الجملة بعدها فالفعل ناقص، وإذا نقصت الجملة بعدها فالفعل تام، وعلى ذلك فالجيش اسم أمسى والخبر منتصر. لا تهمل عملك حتى تمسي، تمسي هنا بمعنى دخل في المساء، وعلى ذلك فالفاعل ضمير مستتر. بات الجنديان ساهرين، إذا حذفت بات من الكلام تم المعنى، وقلت من قبل إذا تم المعنى فالفعل ناقص، وإذا نقص المعنى فالفعل تام. فبات بمعنى التوقيت في الليل لها اسم وخبر. أما في الجملة الأخيرة يبيت الإنسان في بيته بمعنى دخل في الليل، وعلى ذلك فالإنسان فاعل. ومثال الفعل صار، الماء صار ثلجا، تفيد معنى التحول، فعلى ذلك اسم صار ضمير مستتر وثلجا خبر. أما إذا قلت إلى الله تصير الأمور، تصير هنا بمعنى رجع، إذن فالأمور فاعل. ما دام، سننتصر ما دام الحق معنا، الحق اسم ما دام ومعنى هو الخبر. أما لو قلت سنعيش ما دامت الحياة، فما دام هنا بمعنى ما بقي، إذن هي تامة وما بعدها فاعل. ما برح، ما برح الشعب مستنيرا، هنا ما برح تعطي معنى الاستمرار، ولذلك فالشعب اسم ما برح ومستنيرا خبر. أما ما برح الرجل وطنه بمعنى ما فارقه، وعلى ذلك فهي تامة والرجل فاعل. من فك تأتي ناقصة إذا أعطت معنى الاستمرار، من فك الأمل في قلوبنا، وتأتي تامة إذا جاءت بمعنى من حل ما
نقول من فكت العقدة، يعني من حلت، وعلى ذلك فهي تامة وما بعدها فاعل. أما الأفعال ما زال، ما فتئ، ليس، هي أفعال لا تأتي إلا ناقصة، بمعنى أن لها اسم ولها خبر دائما. نحفظ معا هذه الأفعال: ما زال، ما فتئ، ليس، دائما ناقصة ويأتي بعدها اسم وخبر. ما زال، ما فتئ، ليس. أقول: ما زال الإسلام نوره صافي. فالإسلام هنا اسم ما زال، وجملة نوره صافي هي الخبر. ما فتئ الخير يملأ الحياة، الخير اسم ما فتئ وجملة يملأ الحياة خبر. ليست المؤمنات كاذبات، المؤمنات اسم ليس والخبر كاذبات. وأعود فأقول: هذه الأفعال ما زال، ما فتئ، ليس، تأتي دائما ناقصة. خلاصة القول أن نعود إلى الأفعال السابقة فنقول: كل فعل تريد أن تعرف أهو تام أم ناقص انظر إلى الجملة بعده. أقول بعده، فإن كانت جملة تامة كان الفعل ناقص له اسم وخبر، وإن كانت الجملة ناقصة كان الفعل تام وما وراءه فاعل. ونكمل القاعدة. القاعدة: كان وأخواتها تنقسم من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام، منها أفعال يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، يسمونها تامة التصرف، بمعنى تأتي على أشكال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. نعود ونقول: أفعال يأتي منها الأزمنة الثلاثة، وهي كان وأصبح وأضحى، ظل، أمسى، بات، صار. هناك أفعال يأتي منها الماضي والمضارع فقط، وهي زال وبرح وفتئ وانفك. وهناك فعلان جامدان يأتي منهما الماضي فقط، وهما ليس وما دام. كان وأخواتها إذن تأتي على وجهين: تأتي ناقصة لا تكتفي بمرفوعها وهو الاسم، وإنما تحتاج إلى خبر لتمم معناها، يكون اسمها اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو حتى ضميرا مستترا، وخبرها يأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة. يجب أن يتقدم خبر كان وأخواتها على اسمها إذا كان اسمها نكرة وخبرها شبه جملة، مثل كان للطلاب هدف. لاحظوا أن ما جاء بعد كان هو جار ومجرور شبه جملة، فإذا جاء بعد كان وأخواتها جار ومجرور أو ظرف أعرب خبر، ثم يأتي اسم كان وأخواتها بعد ذلك. لاحظوا هذا، فكلمة هدف تعرب اسم كان وآخر. كان إذن تأتي بصورة ثانية، وهي أفعال تامة. وأفعال تامة بمعنى أنها تكتفي بمرفوعها الذي يعرب بعد ذلك فاعل، وبه يتم المعنى، ولذلك هي لا تحتاج إلى خبر، كما أن لها معاني مختلفة عن معاني كان وأخواتها كما وضحنا من قبل في الجدول. لاحظوا الأفعال: ليس، وما فتئ، وما زال، دائما ناقصة، إذن لها اسم وخبر. الأفعال زال وبرح وفتئ وانفك لا تكون ناقصة إلا إذا سبقت بما أو لا أو لم أو لن، ونعني بها نفي. إذن الأفعال
زال برح فتئ انفك كي تكون ناقصة لابد أن تسبق بنفي، فإن زال عنها النفي كانت تامة. الفعل دائما لا يعمل عمل كان الناقصة إلا سبق بما، ويأتي في الاختيارات ما نوع ما قبل كلمة ما دام. قل هي ما المصدرية، نقول قد يأتي ما نوع ما في قوله ما دام كذا، ويأتي بأنواع منها، وعليك أن تختار ما هنا مصدرية. شكرا على حسن استماعكم، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء آخر نكمل فيه قواعد النحو للمرحلة الثانوية. كان معكم الأستاذ طارق جودة، كبير معلمي اللغة العربية، مدرسة الشهيد محمد فضل الله، لغات المحلة الكبرى.